عودة لكم مشاهدينا، انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين البرج وشباب البرج. الشوط الأول كان الأفضلية لشباب البرج يلي قدر أنه يصنع أكثر من فرصة وأضاع أكثر من فرصة، أبرزهم ضربة الجزاء يلي أضاعها اللاعب محمد قاسم. بالمقابل شباب البرج ما كان يعني بالخصم السهل، قدر يعني شكل بعض الخطورة على مرمى البرج، ولكن بشكل عام البرج تسيد الشوط الأول. أنا برأيي أضاع الفوز بالمباراة من خلال الفرص يلي أضاعها. على كل الأحوال الشوط الثاني هو شوط المدربين، شو مخبي محمد الدقة وإبراهيم عيتاني للشوط الثاني؟ ما نحكي مع الكابتن جمال، أول شيء حنحكي عن سياق الشوط الأول. الشوط الأول كان تقريباً البرج هو كل شيء بالمباراة، أضاع أربع فرص أو خمس فرص أهداف محققة، من بيناتها ضربة الجزاء اللي أضاع اللاعب محمد قاسم. واضح أنه هناك أفضلية يعني شبه مطلقة للبرج على شباب البرج. بالمقابل شباب البرج قدر يشكل بعض الخطورة، ولكن ما وصلت للحد أنه فينا نقول عنا فرصة. ليك رشيد، بالرسم التكتيكي واضح أنه البرج عم يلعب 4-2-3-1، طريقة يعني معروفة عند الفريق. نوعية اللاعبين عنده عالية، في أسماء بالفريق، إن كان بكل الخطوط من الدفاع للوسط للهجوم، بتحس في توازن بين قوة خط الدفاع مع الوسط مع الهجوم. صحيح، بعكس فريق شباب البرج اللي بتلاقي في قوة بالوسط وبالهجوم مقابل ضعف كامل بالدفاع. ما في توازن تحديداً الظهير الأيمن. هلأ لتواجه شباب البرج، ليواجه فريق البرج القوي اللي قلنا انه عنده، هلعب بالنظام بشكل 4-4-2، الاربعه ثلاثه بنص الملعب، علي بيكمل الدياموند، علي بزي خلف المهاجمين الاجنبيين. انا برايي الشكل صح والوقفه صح، لكنه وممكن بهذا الشكل ممكن باي لحظه تضرب دفاعات البرج، لكنه الشيء اللي اسعف فريق شباب البرج، اول شيء المهاره الفرديه للاعبين تعول البرج اعلى. الشغله الثانيه سوء خط دفاع شباب البرج والحالة المعنوية المهزوزة اللي ظهر فيها خط الدفاع، وخاصة من الميلة اليمنى اللي عند محمد الموسى واللي محمد جعفر تسبب فيها مضربة جزاء، وعادت يعني تبادل جعفر وصارفوا اللعب بهذا المركز وقدروا يصنعوا الخطر. اللي خلى شباب البرج يوع بهذا الأزمة إنه حاول فريق شباب البرج انه الخط الدفاع هذا اللي بحالة معنوية او فنية منه جاهزة، انه هو يكون عم يبني اللعب من الخلف، حاول انه يبني اللعب من الخلف، وبالتالي ضغط مهاجمين البرج عليهم بخليهم ما يبنوا الهجمه صح، وبالتالي بعض الاحيان عم يقطعها ويروح يشكل خطر عليهم. هون بنظام ال 4-4-2 بهالوضعيه للمدافعين، مفروض فريق شباب البرج ما عادش عنده حل الا شو يلعب الكرات الطويله للمهاجمين اللي ممكن هيدي بقى شو بدها كرات ارسال كرات صحيحه، بدها الكره الثانيه ان كان دفاعا ولا هجوما بتسقط من المهاجمين، يكون بدها مسانده من اللاعبين الوسط، وهذا الامر ما تم لانه صار في تعب ذهني وبدني للاعيبه الشباب البرج مع الوقت لحتى يعودوا يروحوا لحقوا الفريق، بطل في ترابط، هذا ما خلى الفريق بطل في ترابط، صار في مهاجمين معزولين، هذا دليل انه علي بزه ببدايه المباراه كان عم يلعب ورا المهاجمين، شفناه بنهايه الشوط الاول عم يرجع كثير للخلف وعم يكون سنتر هاف رابع او لاعب خط وسط رابع، يعني بعد الخطوط فكفك فريق شباب البرج. يعني لنسند هذه الافكار بالصور، بركي جورج بمرقنا فرص نادي شباب البرج، واللي ساعد انه شباب انه البرج بده يسجل. يعني ما ممكن هيك فرص بهيك مباراه بالشوط الاول انك تضيعها، يعني المفروض كمان التالق للحارس نمر حلود. لا ما بننكر، لكنه كمان المفروض المهاجمين صح ضربه جزاء، يعني في ضربه جزاء في فرص سهله المفروض فريق البرج كان يترجمها لفرص، لانه ما بتعرف، برجع بقول لك بشكل فريق شباب البرج اي كره عم يلعب قادر يضرب دفاع البرج، اي كره ممكن ينسل ويسجل يعني هدف. البرج ما لازم يطمن على الاداء، اوكي قدم اداء جيد، هذا الاداء ضيع ترجم لنتيجه، ضيع الكثير من الفرص، ولكن الشوط الثاني نادي البرج ليس بمأمن من خلينا نقول من لدغة شباب طبعاً البرج. طبعا 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 لا طيب. شك شباب هون البرج. هون شو على محمد الدقة وابراهيم عيتاني انه يعملوا بين الشوطين هلا بغرف الملابس؟ شو لازم محمد الدقة يحكي مع لعيبته؟ اذا لو انت مدرب مكان محمد الدقة، شو بتحكي مع لعيبتك في ظل السيناريو يلي صار بالشوط الاول؟ اول شيء طالما انا متفوق فنيا تكتيكيا وعم بصنع العديد من الفرص، يعني كمدرب اللي عمل علي عملته لازم هلا زيد. اول شيء
إضاعة الفرص هي نتيجة تسرع عند اللاعبين أو حالة معنوية ذهنية. لازم أعطيهم الثقة بالنفس وقول لهم يصبروا ويتصرفوا بشكل سليم، ما أضغط عليهم، وحاول كمان زيد عدد الفرص وسهل الفرص. كيف هيدا؟ بنجاعة هجومية أكبر. أنا برأيي تياغو تياغو لازم يكون أكثر قرباً من سارفو او من المهاجمين. ما تم استغلاله بالطريقه المناسبه بالشوط الاول برايك تياغو؟ سارفو تياغو هو ما ساند بشكل مطلوب. عم نشوف العوطه بعيد وعم نشوف تياغو بعيد، الناحيه الهجوميه عم تكون سارفو ومحمد جعفر اكثر. صحيح، فالعوطه لازم يكون له دور، وكمان تياغو بنفس الوقت لازم يكون له دور لحتى الزياده العدديه والكثافه الهجوميه حتى تقدر تصنع فرص اكثر واسهل، طالما انك انت عم تقدر بالكرات الطويله عم تختصر خط وسط الشباب البرج، فلازم يكون المساندة من اللاعبين الوسط خاصة تياغو للمهاجمين ليعمل زيادة عددية ويسهل الفول. هيدا من ناحية البرج، من ناحية شباب البرج كمان في ظل السيناريو الشوط الأول كان مضغوط، نادي شباب البرج حارسوا أنقذوا يعني من ورطة كبيرة من عدة أهداف، برأيك إبراهيم عتاني شو لازم يحكي مع لاعبينه بين الشوطين؟ كمان يعني شفنا أنه صار فيه كتير صريخ بعض الأخطاء اللي ارتكبها المدافعين، لازم يهدوا شوي، يحكي مع لاعبته يهدوا شوي، بده يحاول أما يلعب مثل ما لعب بالخمس دقائق الأولى واللي كان شكله فيها كتير منيح فريق البرج، ويكون علي بزي ورا المهاجمين ويهدى ويلعب دايموند اللي حكيت عنه، دايموند الرباعي دايموند ومثلث مع المهاجمين، يا اما يكون هيك يبلش مثل ما لعب يا اما بده يحاول انه يلعب الكرات الطويله وما يكون مدروسه ومعروفه، ولاعبين الوسط عارفين انه احنا حنرسم كرات طويله ويروحوا بسرعه مع المهاجمين للكره الثانيه ليطلع الفريق يكون دائما مواكب بالهجوم وبالدفاع. في مساحات كثيره عم يعملها فريق شباب البرج، هذه المساحات والتباعد عدم الربط هي مشكله اساس بفريق شباب البرج. على كل الاحوال هذه المباراه بالشوط الاول كانت حقيقه ممتعه، فيها الكثير من الفرص، فيها الكثير من الحماس، كمان حماس جماهيري على المدرجات. أنا رأيي هذه المباراة ربما تحمل في طياتها بعض المفاجآت، أنا رأيي هيك يعني ربما شباب البرج قادر يعمل مفاجأة، ممكن قادر يعمل في ظل عدم التوفيق. بدك تاخذ موضوع البدني، بدك تاخذ موضوع البدلة الموجودين عند الفريقان، بعتقد عند فريق بتصور البرج. عند البرج يعني البنج أتقل، ايه طبعا يعني عندك تواجد على المستوى الهجومي، في عندك حسام بوحمدان وعندك العكاري المرقباوي، محمد المرقباوي ممكن يقوم بشغل على مستوى المهاره الفرديه، ممكن اخر نص ساعه ممكن يكون مفيد لانه سرعه ومهاره، ممكن يروح محمد جعفر على اليمين ومحمد على كل الاحوال عشان. خلينا نحن نشوف الشوط الثاني بعد المباراه، بنرجع بنحلل شو صار خلال هذه المباراه. نتمنى الفوز لمن يستحق. صحيح. مشاهدينا منعود لغرفة التعليق مع زميلينا شرب الكريم وفارس كرم.